الموضوع ذو أهمية كبيرة ولذلك نحرص على مناقشته، وهو انتشار أمراض القلب على مستوى العالم بما فيها في المملكة العربية السعودية. هو موضوع جراحات القلب المفتوح ورمضان، كثير من تأتينا كثير من الأسئلة حول ما مدى إمكانية تأجيل عمليات القلب المفتوح المجدولة لبعد رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قلبك في رمضان، والذي يطل عليكم في شهر رمضان المبارك في موسمه الرابع. في حلقة اليوم يشرفنا استضافة الدكتور اللواء طبيب محمد بلغيث البارقي. الدكتور محمد هو استشاري أمراض القلب والقسطرة في مركز الملك عبد العزيز لطب وجراحة القلب الحرس الوطني، وأيضا هو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني. هو أيضا رئيس التعاون الدولي في جمعية القلب السعودية، وحاصل على وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة. في حلقة اليوم دكتور محمد سينير ويقود هذه الحلقة تحت عنوان كيف تحمي قلبك في رمضان. أهلا وسهلا بك دكتور، نتشرف بك وسعيدين جدا في قبول الدعوة لهذا العام. شكرا لك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شرفنا معكم. أنا أعتقد الموضوع مهم جدا لنا كلنا. الموضوع اليوم حنتكلم عن كيف تحمي قلبك في رمضان. دائما من الأسئلة الشائعة قبل ما يبدأ موسم رمضان في العيادات، يجيك المريض أو أهل المريض يسألون هل ممكن مريض القلب دكتور يصوم؟ نعم، أغلبية مرضى القلب الحمد لله ممكن يصوموا ويكملوا شهرهم بكل سلام. الناس اللي نوصي بعدم صيامهم الناس اللي عندهم مشاكل في عضلة القلب، فهذول الناس اللي يكون عندهم عضلة القلب أدائها ضعيف أقل من 30%، أعتقد الصوم حيكون مجهد عليهم، وعندهم رخصة شرعية بإذن الله والدين يسر، فأخذهم أدويتهم بانتظام والمحافظة على صحتهم هو من الأولويات. بالنسبة للمرضى الثانيين اللي تكون عندهم جلطات القلب الحادة أو الأزمات القلبية أو الذبحة الصلبية، نفس الوقت هذول ما عليهم صوم لأنهم حيحتاجوا أدوية، ومنها أدوية أو بخاخات وحبوب تحت اللسان. حماية مريض القلب لقلبه في رمضان هذه مهمة جدا. لو بدأنا شيء بسيط اللي هو مثلا ارتفاع ضغط الدم، هل ارتفاع ضغط الدم يزيد في رمضان؟ لا، ما هو بشرط. إذا المريض أخذ نفس الأدوية ونظمها مع السحور ومع الفطور زي الأدوية اللي كان بيأخذها لمدة 11 شهر، المفروض أن ضغطه يكون متوازي ومتزن، وهذا يحمي القلب فعلا بأخذ العلاجات في الوقت المناسب. وبالنسبة للمريض الضغط والقلب نفس الوصية دائما نوصيها في رمضان وفي غير رمضان، رجاء الامتناع عن تناول الملح بكثرة أو الأكلات المملحة أو المعلبات، ودائما المعلبات يكون فيها ملح للحفاظ على الغذاء المعلب، ولكنه بيأثر على ضغط الدم على القلب. فمريض الشريان التاجي خصوصا المرضى اللي مسوين مثلا قساطر خلال فترة رمضان، يعني ما نوصي لهم بالصوم في بداية القسطرة، ولكن بعد اليوم الثاني والثالث بإذن الله يتمكنوا من الصيام، وهذول عشان يحموا قلوبهم الأدوية وخصوصا أدوية سيولة الدم زي الكلابكس والبرلنتا اللي هو تفابريلو والأسبرين، بنعطيها لمدة سنة على الأقل للناس اللي مركبين دعامات. نجي على
الناس اللي عندهم مشاكل في الصمامات القلبية. يعني أدوية السيولة مهمة جدا، وخصوصا الناس اللي عندهم الصمام المعدني لا يفرط بأخذ دواء السيولة، خصوصا الناس اللي بيأخذون وفرين، ودائما في الأيام الفطر نخليهم يأخذوه على الساعة 6 مساء، وفي أيام رمضان في نفس التوقيت حسب توقيت الإفطار يعني بين 6 و7. مرضى فشل أو ضعف عضلة القلب يعني نوصيهم إذا كان عضلة القلب أكثر من 35% إن شاء الله إنهم يقدروا يصوموا. الناس اللي ما أسلفنا سابقا، الناس اللي أقل من 30-25% ما عليهم صوم. دائما مريض القلب نوصيه بالامتناع عن الملح وتناول السوائل بكثرة، هذا ممكن يكون في خطورة عليه أنه يجمع سوائل في الرئتين. تقريبا هذه هي التوصية المختصرة اللي نحب نقولها لمرضى القلب والأهاليهم حتى يتمكنوا من أداء المهمة ومساعدة مرضاهم على الوجه المطلوب. جميل جدا، يعطيك العافية دكتور. أيضا لدينا من أسئلة الجمهور، طلبنا منهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كان من إحدى الأسئلة التي تقول: أبي يبلغ من العمر 67 عاما، يعاني من السكري وضغط الدم مع زيادة مستوى الدهون، ولله الحمد حالته مستقرة حاليا، ولكنه يعاني من إصابات متكررة مثل الرشح والإنفلونزا، فهل تنصح دكتور له بأخذ التطعيمات دوما، التطعيمات المضادة للرشح والإنفلونزا، أم ستؤثر على حالته الصحية؟ يعني دائما كبار السن خصوصا لو عندهم أمراض مزمنة زي السكر والضغط، هذه منتشرة في مجتمعنا السعودي والخليجي والعربي بصفة عامة، لكن احنا ترى نسبة السكر عندنا في المملكة من أعلى النسب في العالم، 30% من البوبيوليشن المواطنين أو الناس اللي موجودين تقريبا عندهم سكر أو عندهم قابلية للسكر. الأمراض المزمنة وإذا تخللها إنه في ضغط أو أمراض قلب، خصوصا لو المرضى في الستينات وهذا المريض عمره 67، يعني أخذ التطعيمات السنوية والموسمية مهم جدا جدا لحياتهم، يعني زي تطعيمة الإنفلونزا وتطعيمة النمونيا، هذه مرة مهمة ونوصي بها سنويا لمريض القلب والسكر والأمراض المزمنة. جزاكم الله خيرا. أيضا لدينا سؤال آخر يقول: برجاء الإفادة، ما هي أعراض الجلطة القلبية؟ وما هي الذبحة الصدرية؟ وماذا يمكننا عمله في المنزل في حال كان لديه المريض يعاني من هذه الأعراض؟ أوكي. أعراض الجلطة القلبية لا سمح الله هو ألم شديد يكون في متوسط الصدر وراء عظمة القص، دائما نقول الألم يكون داخلي حول 5 سم داخل الصدر أو القفص الصدري، يكون في الوسط، ممكن تكون الاتجاه زي الاتجاه الأيسر حول الثدي الأيسر، وبعض الآلام تكون تجي على اليد أو الكتف الأيسر. هذه الآلام لازم تؤخذ بعين الاعتبار، وخصوصا إذا جاء الألم والإنسان مرتاح. آلام جلطة القلب وعوارض جلطة القلب، الألم الشديد بعض المرات يكون مصطحب أو مع بعض التعرقات، إحساس بالغثيان أو الفوميتنج أو الطراش، فهذه الأشياء مهمة جدا إنه يهتموا لها الناس اللي حول المريض والمريض نفسه، ويأخذوا لأقرب إسعاف سواء مستشفى صغير أو مستشفى كبير للإسعافات الأولية، لأنه لا سمح الله ممكن تكون بوادر جلطة قلبية. أما آلام الذبحة الصدرية فهي آلام في نفس الموقع وسط الصدر أو في الجهة اليسرى من الصدر، تكون آلام الذبحة الصدرية بعض المرات تكون لها مسببات زي الزعل، زي الشيء الثقيل، المشي لمدة طويلة أو الإسراع في الخطوات. فآلام الذبحة الصدرية هي عبارة عن آلام تأتي بعوامل مهمة تثيرها، فإذا انتهى العامل تخف آلام القلب، زي مثلا واحد يمشي أو يجري وجاله الألم الصدر، إذا وقف المشي أو الجري يخف، أو واحد يشيل شيء ثقيل أو يلعب مع طفل أو طفلة فأثناء التمرين هذا يحس بعض الآلام، وإذا وقف المجهود
ينتهي. هذه يعني عبارة عن آلام ذبحة صدرية، ودائما علاجها ببعض الأدوية اللي تؤخذ تحت اللسان. بارك الله فيكم. أيضا دكتور، لدينا سائلة تقول: أمي تبلغ من العمر 61 عاما وتعاني من ارتفاع في مستوى الدهون والسكري وعدم السيطرة على ضغط الدم، وتستعمل أكثر من دواء لعلاج ضغط الدم. مع كثرة هذه الأدوية، هل هناك خيارات أخرى للعلاج غير الأدوية؟ ما رأيكم دكتور في هذا السؤال؟ الأدوية دائما بالنسبة للمريض المصاب بالأمراض المزمنة زي الضغط، السكر، الكوليسترول، لما تجي تعد الحبوب كثيرة، وهذه شكوتهم دائما. المرضى يشتكون في العيادات: يا دكتور الأدوية كثيرة، زهقنا من العلاجات، الموضوع متعب وكذا. فنعتقد ترتيب الأدوية، توزيع الأدوية خلال 24 ساعة، هذا يخفف الوطأة كثرة العلاج على المريض. يعني المريض إنسان، إذا تعطيه 20 حبة في الصبح هذا شيء مهلك حتى نفسيا. أنا أعتقد دائما أنصح نقول وزعوا العلاجات وقللوها، خليها على فترات منفصلة وتكون كميتها أقل وتكون يعني مقبولة نوعا ما. هل هناك أي علاجات مثلا لو المريض ارتفاع الضغط عنده عالي جدا وما يستجيب للأدوية؟ بعض المرات تغيير الدواء يفيد في وزنية الضغط، وفي الحالات المستعصية جدا ممكن لمريض الضغط بالذات، إنه من بعض التقنيات الجديدة في علاج أمراض الضغط اللي هي كي للشريان الكلوي، وهذا عملناه في بعض الحالات وأدى إلى نتائج جيدة وتقليل نسبة الأدوية. جميل. أيضا لدينا سؤال آخر يقول: نسمع كثيرا عن مضادات الأكسدة مثل أوميغا 3، هل بالفعل تحسن من وظائف القلب على المدى البعيد؟ الأوميغا 3 ومشتقاتها يعني ممكن تحسن نوعا ما، ولكن تحتاج أنها تؤخذ حسب الأبحاث، تؤخذ بكميات كبيرة جدا، فممكن تكون جرعة مزعجة إذا تبغى الفائدة العظيمة. الأوميغا 3 ممكن تحسن في ارتفاع الكوليسترول الحميد، ولها فوائد ولكنها مش بأهمية العلاج. هذه مكملات. أيضا لدينا سائل أيضا يقول: تم زرع عدد 3 دعامات لأبي منذ 4 أشهر، هل يستمر على علاج أدوية إسبرين الأطفال مع دواء بلافكس على مدى الحياة؟ ما توضيحكم في هذا الأمر دكتور؟ اوكي، بالنسبة للناس اللي نسوي لهم قسطرة، نفتح لهم الشريان التاجي، في 99 و9 بالعشرة من 100 نركب دعامات. إذا ركبنا دعامات في التوصية العالمية، تركيب الدعامات، الناس اللي ركبوا دعامات في الشرايين التاجية نحط لهم بعد وضع الدعامة نحطهم على علاج السيولة، ونسميها الداب بالإنجليزي، دول أنتي بلاتلت ثيرابي، اللي هو 2 على الأقل 2، وهي يا الأسبرين مع البلافكس، أو الأسبرين مع التيفاغريلو، أو الأسبرين مع الإيفينت اللي هو البراسيبرو. فالتوصية العالمية أقل شيء لمدة سنة، استمر على 2 من أدوية السيولة بما فيهم الأسبرين أو بلافكس أو تيفاغريلو، هذه أكثر 2 أدوية شائعة في المملكة، بالإضافة إلى البراسيبرو ولا الإيفينت نستخدمه في بعض الحالات خصوصا في المملكة. أكثر من 2 إلى 3 سنوات أبدت الأبحاث أنه جيد استعمال الأدوية الاثنين مع بعض إلى 3 سنوات وفائدته ممتازة، ولكن نحط في بالنا أنه في احتمالية زيادة السيولة وخطر نزيف لا سمح الله في بعض الحالات. بارك الله فيكم دكتور، جزاكم خيرا. أيضا لدينا سائلة تسأل: أمي تعاني من عدم السيطرة على مستويات السكر وتستعمل حبة الأنسولين، وتعاني الآن من تضيق في إحدى شرايين القلب وخلل في وظائف الكلى، هل هو السبب يكون من ارتفاع مستوى السكر في الدم؟
دائما مريض السكر، دائما مريض السكر للأسف الشديد يكون عرضة أكثر من غيره من المرضى لمشاكل الكلية وأمراض القلب والشرايين. فهذه العوامل المساعدة لأمراض القلب، منها السكر مهم جدا إذا كانت عند المريض، وللأسف الشديد أن إصابته بأمراض الشرايين في وقت أبدأ من الإنسان العادي، وتدهور وظائف الكلى عند مريض السكر بنشوفها دائما، خصوصا الناس اللي ما يحتمون أو سكرهم دائما مرتفع. جزاك الله خيرا. أيضا سائل نسأل السلامة له، يقول أنا مريض بالذبحة الصدرية وعمري 55 عاما، أستعمل دواء ميتروماك ولكنه يسبب لي صداع شديد جدا، هل من بدائل أخرى؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للنيتروماك والايزوماك والايزوسربايد داينيتريت، عدة أسماء، هذه نسميها موسع أو أدوية موسع للشرايين التاجية، مشتقات النيتريت. هذه الأدوية مفيدة جدا، توسع الشريان التاجي، تخفف آلام الذبحة الصدرية، المريض إذا أخذها يرتاح، لكن مشكلتها هي في الصداع. أنا دائما نقول في البدايات يكون الصداع موجود، لكن يصير في تولرانس، تحمل من الجسم نفسه مع كثر الاستخدام، دائم يبدأ المريض يتعود على الدواء، ونوصيهم أنهم ياخذوا بنادول وأدوية مسكنة للصداع ممكن تساعد، وفي بعض الأدوية الثانية بس ما تعطي نفس المفعول في توسيع الشرايين، ممكن تكون بدائل أو مرادفة زي دواء الفاستريل، هذه تكون مفيدة إنه تجذب أكسجين أكثر لعضلة القلب، لكن ما هي وظيفتها زي الأيزوماك والأيزوسالفايد لتوسيع الشريان. يعطيك العافية. أيضا لدينا شخص يسأل، سمعنا حديثا في وسائل التواصل أن هناك حبة حديثة لعلاج ارتفاع مستويات الدهون، ما هي وهل تنصح بها؟ هل هي آمنة وفعالة؟ نعم، بالنسبة للدهون، إذا كنا بنتكلم عن الدهون الثلاثية، في أدوية في السوق موجودة لعلاج الدهون الثلاثية أو الشحوم الثلاثية، وهي يومية، وفي أدوية الآن جديدة بالأبحاث خاصة بالدهون الثلاثية. إذا كان السؤال الدهون قصده الكوليسترول، في الحبوب الكوليسترول موجودة من زمن بعيد، والجديد الآن أنهم يحطون اثنين أدوية مع بعض، اللي هو دواء اللي يساعد على قلة تصنيع الكوليسترول من الكبد، يعني يشتغل في المصنع ويخفف تصنيع الكوليسترول الزائد، والدواء الثاني ازيتامايد أو ازيترول، هذا يساعد على تخفيف امتصاص الدهون اللي تدخل في جسم الإنسان عن طريق الأمعاء الدقيقة، يعني زيادة الإخراج، ويشتغل على الأمعاء الدقيقة ويحاول إنه يخرج الكوليسترول مع العضلات وما يمتص الجسم. لما تكون اثنين في دواء واحد، حبة واحدة تحمل اثنين أدوية، يكون مفعولها قوي، وبالعكس لما نعطيها للمرضى بصراحة يستفيدوا منها كثير. شكرا وبارك الله فيك دكتور. أيضا سائل يقول، أستعمل دواء وارفرين 5 مليغرام مع أدوية أخرى خاصة بضربات القلب، هل دواء وارفرين 5 مليغرام يتأثر بالصيام رمضان؟ وما يجب عمله إذا نسي أخذه في موعده؟ أنا في بداية البرنامج تكلمت على أدوية السيولة، ومنها الوفرين، خصوصا عند المرضى اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب والارتجاف الأذيني، والناس اللي عندهم صمامات معدنية، فهذول الناس نعطيهم الوفرين. الوفرين زي ما قلنا احنا حتى في أيام الفطر بنوصي بأخذه في الليل على الساعة 6 تقريبا مساء، حتى الانتظام والامتصاص يكون كويس. هل في مشاكل مع أخذ الورفرين وبعض الأدوية أو الأشياء الغذائية زي الأكل؟ الورفرين يتعارض
مع بعض الأشياء في الأكل ومنها الورقيات. دائماً في كل العيادات اللي تشتغل على الانتيكوغليشن ميديكيشن ثيرابي، عيادات سيولة الدم، يعطوهم كتيب صغير يشرح لهم الأدوية اللي ممكن تأثر على امتصاص وتصنيع وإخراج دواء الورفرين. فالورقيات تتعارض، خصوصاً الورقيات الخضراء، دائما نوصيهم بالابتعاد عنها. جزاكم الله خيرا. ايضا سائله تسال تستفسر عن هل تزيد اعراض امراض القلب للنساء بعد انقطاع الطمث، وبماذا تنصح النساء؟ اوكي، دائما نتكلم عن امراض القلب، حتى في الابحاث امراض القلب هي شائعه في الرجال حتى عمر معين، سبحان الله. المراه الله حاميها من امراض القلب بحكم الدوره الشهريه والهرمونات النسويه ومنها هرمون الاستروجين، هذه دائما تحمي المراه من التعرض لامراض شرعيه من القلب والجلطات. يقول باذن الله إذا وصلت لسن الطمث أو سن اليأس ووقفت الدورة الشهرية، تبدأ نسبة أمراض القلب في النساء توازي أو تساوي نسبتها في الرجال. فمن الأشياء اللي ننصح فيها إنه الإنسانة تكون محافظة على صحتها، تبتعد عن ارتفاع الكوليسترول، اللي هي عندها ضغط أو كوليسترول، تحافظ على الأدوية والعلاجات عشان ما ندخل في مشاكل اللي هو العوامل المساعدة تزيد عليها عند سن الطمث أو انقطاع الدورة الشهرية. كنا زمان في عدد من المرضى نعطيهم الأسبرين كدواء وقائي، الآن بعد عدة أبحاث ودرست على آلاف المرضى اللي هو إعطاء الأسبرين للبرايمري بريفنشن لمنع حدوث أي تجلطات في المستقبل، خصوصا الناس اللي ما عندهم عوامل مساعدة كثير لأمراض القلب، غير محدد، لأنه بين كثرة الأسبرين واستخدامه لسنوات عديدة للأسف الشديد ممكن يؤدي إلى نزيف. فالوقاية خير من العلاج، نمشي بالتعليمات والحفاظ على الصحة وخصوصا للنساء في سن اليأس. نسأل الله السلامة للجميع. أيضا لدينا سؤال يقول: أنا عمري 23 عاما ومصابة بروماتيزم في القلب، وهناك بعض القصور في وظائف القلب. تقول أنها مقبلة على الزواج قريبا إن شاء الله، ولكنها تخشى الحمل وسلامة القلب، فما رأيكم جزاكم الله خير؟ يعني في كثير من المجتمع، خصوصا الشابات أو اللي عمرهم صغير في عمر الحمل، يكون عندهم مشاكل روماتيزمية، حمى روماتيزمية في القلب من أثناء كانوا صغيرات أو صغيرات. كيف نتعامل معهم؟ ما هو كل واحد عنده مشكلة في الصمام الميترالي أو الأورطي روماتيزمية يحتاج عملية أو تدخل للقسطرة، ما عندنا مانع أنها تتزوج وتحمل بإذن الله. ولكن الناس اللي عندهم تعب في الصمام كثير ويحتاجوا البالون، هذه ما مشكلة، نسوي لهم البالون ونكمل. لكن الناس اللي يحتاجوا عمليات من هذا السن، سن الحمل، يكون عندهم مشاكل روماتيزمية لا تتعالج إلا بعملية جراحية، في الحالة دي لهم معاملة خاصة، ونقعد معهم ونشرح لهم أنه إذا الوحدة تبغى بإذن الله تحمل، فنحط لها عن طريق العملية الجراحية صمام حيواني حتى تتمكن من الحمل وتوصل لعدد معين من الأطفال، وبعد كذا تتحول إلى صمام معدني، لأن الصمام الحيواني عمره الافتراضي ما بين 7 إلى 11 أو 12 سنة، فما حيدوم كثير. جزاكم الله خيرا ونسأل السلامة لها. أيضا لدينا آخر سؤال يقول: أبي يعاني من مشاكل بصمامات القلب، ولديه ارتجاع بسيط في إحدى الصمامات، بدأ حديثا بغسيل كلوي مرة في الأسبوع، وبعدها يبدأ يتعب بشكل كبير، فهل الصيام في هذه الحالة مفيد له دكتور؟
مشكلة مريض القلب اللي على غسيل كلى، حتى لو غسيل مرة واحدة، ما في شيء اسمه مرة واحدة في الأسبوع، غالبا غسيل الكلى يكون 3 مرات في الأسبوع. مريض الكلى واللي وصل لمرحلة الغسيل، يعني في فتاوى شرعية ترخص لهم الإفطار. فإذا كان مريض كلى وعلى غسيل والآن عنده صمامات وعنده تعب في عضلة القلب، فأعتقد هذا كله إجهاد على القلب يعني يوصله لعدم الصيام من الناحية الطبية والسيفتي وحياته حياة آمنة، وأخذ العلاجات والتمشي بنصائح الأطباء سواء إذا هو منوم أو غير منوم. الحالات الصعبة هذه يبغى لها مراعاة، والأدوية تؤخذ بانتظام، وربما أخذ الأدوية بانتظام وفي توقيتها وكل 6 ساعات أو 8 ساعات حيتعارض مع الصوم، لأن الصوم متعب لهذه الحالة، لهذه الحالات بالذات. لكن الصوم عموما قلنا أكثر الناس اللي عندهم أمراض قلب، يعني نسبة كبيرة جدا 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 منهم إن شاء الله يتمكنوا ويصوموا. يعني أنا جاني في العيادة يوم الثلاثاء قبل أمس مريضة عمرها 90 وعندها القلب، ما شاء الله تصوم، ما شاء الله تبارك الله. لا يعني إنه مريض القلب ما حيصوم، لا حيصوم حتى لو هو كبير سن وكذا، لكن بعض الحالات نوصي بعدم الصوم. جميل جميل، يعطيكم العافية دكتور، ونسأل السلامة للجميع. دكتور كتب الله أجركم وزاد علمكم، فعلا كما عودتونا فأنتم علم من أعلام طب القلب في المملكة الحبيبة. جزاكم الله خيرا. كلمة أخيرة تحب توجهها للجمهور أو نصائح تحب تختم فيها حلقة اليوم؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك فيكم وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للنصيحة، أنا نصيحتي دائما مريض القلب هو مريض قلب، سواء في شهر أو شهور الإفطار أو شهر الصوم. في شهر الصوم يعني يبغى فعلا هو يهتم بحالته، ياخذ أدويته بانتظام. إذا حس إنه الصوم متعب فلا بأس، إنه إذا تعب أو حس إنه خطير على حياته يعني ممكن يوقف الصوم ويفطر في هذاك اليوم اللي هو فيه أو حس بالتعب. بعض مرضى الضغط ممكن إذا ارتفع الضغط كثير عليهم صار عندهم أعراض، فلا بأس إنهم يفطروا في ذاك اليوم ويعوضوا إن شاء الله بيوم آخر، والدين يسر. وشكرا. شكرا لك دكتور. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن استماعكم وتواجدكم معنا في هذه الحلقة، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في الأسبوع الثالث والأخير من برنامجكم قلبك في رمضان في موسمه الرابع. شكرا لكم وجزاكم الله خير. الموضوع ذو أهمية كبيرة، ولذلك نحرص على مناقشته، وهو انتشار أمراض القلب على مستوى العالم بما فيها في المملكة العربية السعودية. هو موضوع جراحات القلب المفتوح ورمضان، كثير من تأتينا كثير من الأسئلة حول ما مدى إمكانية تأجيل عمليات القلب المفتوح المجدولة لبعد رمضان.